سيدتي اليوم مشروع كركشان ديزاين للأثاث الداخلي في ضيافة سيدتي. كيف لك سيدتي أن تعززي الذكاء الاجتماعي لدى طفلك؟ علاقة في مقابلها وظيفة، ظاهرة تسود عقول أرباب العمل. اهلا وسهلا مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج سيدتي، حنكون معكم لمدة ساعتين وفقرات متنوعة وممتعة. بداية اسمحوا لي ارحب بزميلاتي في الاستوديو. اهلا رؤى، اهلا ريم. زي ما قلت يا غزل، اكيد فقرات متنوعة واكيد اخبار جديدة عن المرأة وتمكين المرأة وانجازات المرأة السعودية في كل مكان. طبعا ان شاء الله. تبدأ وتروح البر ولا لسه؟ والله يعني انا كثير بينصحوني اني ما افوت هذه الفرصه، خصوصا احنا بدانا ندخل في موسم الشتاء وقبل ما البرد يعني يشد حيله مره. أيه. فبفكر انه لازم نعمل جمعه كذا ان شاء الله ونطلع على البر، وابغى اشوف شبه النار اللي يحكوا لي عنها. لازم. أيه. طب واحنا ايش لنا وش للبرد والهذا ونجلس كذا ملفلفين والنار وبردانين؟ لا شوف، هو الوقت الان لو جينا من جد نبغى نطلع، يتهيأ الوقت الان مناسب ان احنا نطلع بر، لانه لسه البرد تو بدا. انت طبعا يعني هتطلع بالليل يعني من المغرب من العصر ونازل؟ ايوه طبعا. نخلص برنامج سيدتي وحنطلع، نخلص البرنامج نطلع نقعد لين نرجع من البر، نجي على هنا الصبح. اهم شيء انه يكون الشوي عليكي، هذا اهم شيء. ما عليك، انا اضبطكم. بس يلا يلا خلاص. انت حددي اليوم يا عبير. متى؟ حددي اليوم. اكيد اكيد خميس، انا لو علي يعني خميس ونيس نخلص الحلقه ونروح. طيب خلينا نبدا في اخبار سيدتي. فريق كرة السلة شوت فور كوز شاركنا حملته للتوعية بسرطان الثدي، وهذا تقريرنا معاهم من جدة. نرى اليوم تكون الفرق الرياضية من لاعبات من أعمار متفاوتة جمعهم حب وشغف الرياضة طامحين الوصول بها للعالمية. بدأت الفكرة حقت شوت فور كوز في سنة 2014، كانت عبارة عن جهود بيني وبين جدة يونايتد لينا المعينة إنه نعمل ندخل الرياضة في التوعية بسرطان الثدي، وهيئة الرياضة كلموني قالوا لي لين ما نوحد جهودنا وناخذكم نوديكم تلعبوا في الجوهرة. الأميرة ريما بنت بندر الرائدة، أنا أعتبرها الآن في مجال الرياضة، فتحت أبواب كثيرة وساعدت المنظمات سواء التعليمية أو غير التعليمية عشان تنتشر الرياضة بالشكل المطلوب في ظل الالتزام بالقوانين والالتزام بالأمور الشرعية بالنسبة للمرأة. أقيمت مؤخرا مباراة نسوية خيرية لكرة السلة في استاد الجوهرة بمدينة الملك عبد الله في جدة تحت عنوان شوت فور كيس، وهي مبادرة للتوعية بسرطان الثدي حضرها حوالي 3000 سيدة. السعودية دحين بالذات بدأت تتطور في الرياضة، يعني أنا فخور إن أكون من أول الناس اللي بيشجعوا لرياضة البنات في المملكة. في فترة التقديم في عندنا اختبارات ميول وقدرات وعدة من ضمنها اختبارات يعني هوايات وميول الطالبات. بيظهر عندنا طالبات عندهم ميول رياضية. الطالبات هذول إذا محققين إنجاز بتعطيهم الجامعة فرصة مرة كبيرة. زي عندنا طالبة السنة اسمها ندى سيد فازت بمنحة الطالبة الرياضية. رؤيتنا كفريق هو تعزيز دور المرأة في مجتمعنا السعودي من خلال طبعا مشاركتها في فعاليات رياضية. الشخص السعودي امرأة أو رجل، كل يوم مثلا لو تروحي على الكورنيش او تروحي اي ممشى حتلاقي انه الشعب صار هذا شيء اساسي في يومه. اليوم نجد للرياضه النسائيه مكانتها واهميتها في المجتمع السعودي، خصوصا بعد تعيين الاميره ريما بنت بندر وكيله رئيس الهيئه العامه للرياضه،
وإقرار ممارسة الرياضة بالمدارس. أصبحت الرياضة اليوم أسلوب حياة الكثير من السعودية. هذه هي الحياة الطبيعية، وهذه هي المفروض اللي يكون بنسويه، النشاطات، التجمعات، السيدات يكون لهم نشاطات. انت شفتي يعني ما كنا تحت الهواء انا وهي، يعني انا اللحظة ما كنت فعليا مستوعب انه احنا، تقول لي مو جدة، هذا مو هنا، اقول لها هذه اكيد يعني حاجة كده جاية من برا ومحطوطة هنا، بس لا فعلا وصلنا يعني مستويات ترى، يعني هذا هو المفروض انه الجميع فئات المجتمع بيشاركوا، الصغار الكبار، بنقضي يومنا في حاجه مهمه بنسويها، يعني الرياضه جزء مهم واساسي المفروض يكون في حياتنا يعني. طبعا اكيد. وكمان معنا خبر ثاني، وكمان يعني السيدات تلعب فيه دور كبير، وهو سيشهد ملعب مدينه الملك عبد الله الرياضيه في جده لاول مره حضور الجماهير، جماهير العوائل، يوم 17 يناير عام 2018، يعني شويه كده، بس شويه كده، وخنبدا بتشجيع فريقي الباطن والاهلي. حتروحي اكيد؟ انا اكيد اروح عشان اهلاويه. يعني احنا تكلمنا على حضور السيدات للملاعب الرياضيه، وزي ما قالوا حيكون في بدايه 2018 ووفوا بوعدهم، وحيكون في 17 جانوري، يعني لسه يعني مو كثير يعني. خلاص اشتري التذاكر من دحين. طب هو السؤال، لا ممكن لا من جد بنات السؤال، يعني انت لسه الان حتبداي تدخلي الملاعب، ممكن انك انت يكون عندك الهوس ان ممكن تقطعي تيكت وتروحي على جده، او تروحي مثلا على الشرقيه عشان تحضري مباراه؟ لا امسك خط خلاص ما وقتها حيكونوا سمحوا بالسواقه مجنونه. طبعا انت كمان بنعرف انه في بعضها مو بيقطعوا التيكت عشان يروحوا جوات مناطق المملكه، يعني اذا كمان حصلت بطولات قريب نسمع كثير بان العوائل بيروحوا بيحضروا المنتخبات سواء كانت في ماليزيا ولا في غيرها، يعني اول حاجه ممكن يروحوا ويقضوا اليوم الجميل في السناكس، حتقضي في الدوشه والتشجيع، هي هذه عادي وناسه، ترى مره وناسه ترى، هذه هي حلوه. شوفي يعني كاكسبيرينس تجربيها، ليش لا يعني تسويها كذا، تجربي كيف طعمها بالضبط. ربما بعد كذا يصير تعجبك. وبعدين فريقين مره كويسين، مره الفريقين، ومره في جماهير للاهلي طبعا، ومره في جماهير للباطن، ف واو انا رايحه فاكيد يعني هو الحلو كمان انه نروح كعائله، انت واخوانك واخواتك والعائله كلها بتقضوا يوم كم من ساعه. طيب السؤال يعني المهم، تخيلي تروحي انت وزوجك وانت تشجع فريق وزوجك يشجع فريق. لا حلو، انا اروح انا اروح لوحدي، انا اروح انا واخويا ممكن، لانه اخويا نفس الفريق. إيه يعني لو خسرته ما هي مشكله يعني، بس لا لو خسر الفريق اللي هو بيشجعه ممكن انضرب، مش خلقه فيا، حيكون يوم تاريخي. من هذا الحلو في الاخبار دائما بنسمع انه اول مره صار كذا، ولكن انا كمان عندي خبر، ولاول مره ايضا في المملكه العربيه السعوديه وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني توظيف السعوديات في 4 مجالات جديدة في المحاكم ومكاتب أو كتابات العدل، المطلوب فقط شهادة ماجستير. بالضبط. أما بخصوص المسميات الوظيفية، طبعا ولا واحدة منهم تشملني يعني، بس أنا حقول لكم المسميات الوظيفية الموجودة هي باحثة اجتماعية وباحثة شرعية وباحثة قانونية بالإضافة إلى مساعدة إدارية. ما ينفع تجهزي ملف يعني الاخضر العلاقي اذا حبيت تروحي تقدمي. لا حلو انه عشان كمان الان صاروا في كثير محاميات وبنات دارسين قانون، صحيح، فتيات سعوديات، ففعلا فتحوا المجال في القانون للبنات السعوديات، بحيث انهم هم صاروا في كذا محل بيشتغلوا واثبتوا وجودهم كمحاميات ودارسات للقانون، فهذا حلو لانه كان زمان القانون بس على الرجال. صحيح، بس انه لو ندقق في الخبر حنلاقوا مكتوب المحاكم وكتابه العدل، يعني احنا بنتكلم على انها تكون كاتبه عدل، يعني بتطلع صكوك، بتطلع توكيلات، وفي المحاكم هذه لها تحت اشياء كثير، ممكن تكون قاضيه ترى. صحيح، انه هنا في المحاكم هم خصوصا انهم قايلين باحثه شرعيه، والباحثه الشرعيه بيكون عندها طبعا خلفيه عن الشريعه واحكام الشريعه، فبتقدر تكون قاضيه، فهذا المسمى يعني هذه الوظائف هي يعني لاول مره تكون في المملكه العربيه السعوديه، وهذه بشره خير اتوقع. أكيد. يعني كثير كثير مع رؤيه 2030 فعلا المراه السعوديه تمكنت انها تمسك مناصب ومحلات، يعني زي ما قلنا عام 2017 هو عام تمكين المرأة السعودية. صحيح، يعني بقول لك ايش دايما تقولي عام المرأة السعودية بامتياز يعني. صحيح. طيب نطلع فاصل مشاهدينا، نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي.
مشاهدينا مشروع كركشان ديزاين للتصميم الداخلي في ضيافة سيدتي وبالتأكيد مع مؤسسته الأستاذة هنادي كركشان معانا. مرحبا بك هنادي. أهلا وسهلا هنادي. في البداية أبغى أسألك يعني كلمينا عن شغفك واختيارك لهندسة الديكور. أول شيء أبغى أعرف أنت هندسة ديكور ولا تصميم أثاث؟ تصميم داخلي وتصميم أثاث. طيب ليش اخترتي هذا المجال أو كيف كانت بداياتك مع هذا المجال؟ والله اللي دخلت تصميم داخلي كان بداية إلهامي هو لقب كركشان. هو كلمة أصلها تركي معناها النقش الجميل أو صاحب الحرفة. حلو. كانوا في جدة القديمة كانوا يدوا اللقب حسب المهنة. وأدوا اللقب لأجدادي لأنهم كانوا يشتغلوا على الرواشين وكانوا من أصحاب المناقب الحجرية فأعطاهم اللقب. حلو. يعني أنت كان هذا يعني هو شيء متوارث أبا عن جد، يعني عندكم مو شيء جديد إنه تصميم الديكور والهندسة الداخلية، يعني عندكم في العيلة أساسا في الجينات موجودة يعني. بالضبط. حلو. طيب كمان نعرف انك يعني حصلتي على عضوية مهندس مشارك في الهيئة السعودية للمهندسين عفوا، لو تكلمينا اكثر عن هذه الهيئة. الهيئة السعودية للمهندسين هي المظلة اللي بتغطي جميع التخصصات الهندسية وبالاخص والتصميم الداخلي. حديثا صاروا يهتموا بالتصميم الداخلي وصاروا يعطوا دورات للمصممة عشان تطورها وتقدر تكمل مشوارها المهني. وحديثا برضو صار انه لازم المصممة تسجل في الهيئة عشان تضمن حقوقها والعميل في نفس الوقت يضمن حقوقه. طيب كمان هنادي انت دايم قطعك فريدة من نوعها وفيها يدخل فيها الغرابة، من فين تستوحي افكارك؟ والله هي كل قطعة أثاث لها فكرة وقصة وراها. بنستلهم من أشياء مختلفة، بنستلهم من التراث السعودي، من الموضة، من اهتمامات الناس، في نفس الوقت بنخرج تصاميم بستايلات غريبة ومميزة. حلو. يعني زي ما احنا شايفين في الصور اللي بتطلع معنا على الشاشة هنادي، يعني أغلب الستايلات اللي بتعمليها هي مودرن وفيها كثير من الكرياتيف، صحيح؟ هذه ما بتاخذ معك وقت؟ صحيح. إلا أكيد كل قطعة أثاث بتمر بدراسات وأبحاث لين نخرج القصة والفكرة اللي وراء هذه القطعة الأثاث. جميل. طب هنادي، رأي الناس في القطعة اللي بيشتروها من عندك إيش بتكون ردة فعلهم؟ الحمد لله ردة الفعل جدا رائعة. تقريبا قبل شهر كنت مشتركة في سعودي ديزاين ويك وكانت ردة فعل الناس جدا رائعة، يعني أغلب الناس كانت الكومنتس حقتهم انه القصه اللي ورا الفرنتشر بيس انه غريبه، ما قد شفنا شيء زي كده او سمعنا. هي صح غريبه، يعني زي ما احنا شايفين الان في الصور في عندك ديزاين مصممته على شكل اي لاينر، يعني كيف جات على بالك هذا الفكره؟ ايوه بالضبط. بالضبط الفكره جات بعد دراسات كثير، استلهمت الرفوف الكتب من خطوط الايلينر او الكحل العربي لانه العين هي اللي بتقرا والايلينر بيجمل العين والكتب بتجمل العقل والفكر، فمن هنا جات اساس الفكره. طيب ايش الخامات اللي بتستخدميها وتعتمديها في تصميماتك؟ بنستخدم خامات مختلفه بس اهم شيء تكون بجوده عاليه، يعني مثلا بنستخدم الخشب الطبيعي، بنستخدم الستيل والمعدن. بس اكثر شيء مهم عندنا تكون جودتها عاليه. طيب انت كمصممه ديزاين داخلي او مصممه ديكور داخلي سعوديه، ابغاك تكلمينا عن الصعوبات اللي بتواجهيها لما تيجي تصممي زي كذا الديكورات اللي احنا شايفينها، يعني مثلا في سواء في الحصول على الخامات، في الورش اللي يعني انت اكيد عندك ورشه، يعني احد بيسوي لك الديزاين صح؟ فايش الصعوبات اللي بتواجهيها كسيده سعوديه مهندسه ديكور داخلي؟ الصراحه اكثر شيء بواجهه هو التعامل مع المصانع او الورش، انه عشان التزموا بالوقت وعشان تطلع بالجوده النهائيه اللي شايفينها يعني لازم متابعه معاهم مستمره، ويعني جربت ورش مره كثير عشان اوصل لهذه الورشه. هذا بالنسبه للاثاث. بالنسبه للتصميم الداخلي الحمد لله يعني الناس بالعكس
بدأ يصير في وعي والناس بدأوا يفهموا أهمية التصميم الداخلي. يعني هذه أغلب الصعوبات. بس أوكي، يعني أنت الآن بتقولي بتتعاملي مع ورش عشان تدي لهم تصاميمك ويسووا لك اللي تبغيه وبتجدي صعوبات، طب أنت لما يكون عندك ورشتك الخاصة وتشتغلي على الموضوع بنفسك، يعني هل هذا شيء صعب؟ والله حاليا هذا دحين الموضوع احنا بندرسه انه يكون عندنا ورشتنا الخاصة، بس الموضوع برضه شوية صعب، لازم انا اخذ دورات عشان انا امسك الورشة بنفسي ان شاء الله. طب هنادي، اول قطعة قمتي بتصميمها خليتيها عندك ولا اعطيتيها لأحد؟ أو انباعت؟ لا أكيد موجودة عندي، يعني ذكرى. أكيد موجودة عندي. هي أول إيه بالضبط؟ أول قطعة أثاث هي كانت طاولة قهوة كوفي تيبل. فكرتها دمجت بين الفاشن والفرنيتشر ديزاين، فضفت القماش لتصميم الطاولة. يعني زي إحنا ما نلبس السكارف مع الملابس عشان نزيدها أناقة، فأنا ضفتها للطاولة بطريقة كيف طريقة إضافتها في بعض الملابس أو في الشنط مربوطة على نفس الطاولة، وبرضو الكلاينت يقدر يغير القماش اللي يبغاه حسب تصميم الصالة اللي عنده أو الصالون طفش منه يقدر يغيره في أي وقت. طب هنادي خليني كمان أسألك، يعني بيجي برضو أوقات على الواحد خلاص كل أفكاره حطها، كل يعني إلهامه خلاص يعني استنفذ جميع طاقته وإلهامه من كل مكان، أنت ما بتجيكي هذه الفترات؟ ولما تجيكي إيش بتقدر تسوي عشان ترجعي تسوي حاجة كرياتيف جديدة؟ صح، أكيد كل واحد بيجي له فترة زي كده، بس يعني الأشياء اللي إحنا نستلهم منها في الحياة ما تخلص، من الطبيعة، من الجمال، من العمارة، من أي شيء، من الفاشن، من أي شيء ممكن نستلهم. فهو الواحد بس يحتاج إنه تجي له فترة إنه يتأمل، يبحث، يشوف أفكار جديدة، وإن شاء الله حيجي الإلهام. بالعكس يعني. طب يعني خلينا نقول كده، ما لها حدود. بما إنك في جدة، يعني إيش أكثر حاجة بتستلهمي منها؟ أكيد البحر طبعًا. أيوة البحر كل شيء كلنا نحبه، بس ما في شيء معين. يعني حتى تراثنا عندنا في جدة أو في السعودية بشكل عام، الزخارف اللي كانوا يستخدموها، الألوان برضه، هذه كلها ممكن نستلهم منها. طب في حاجة غريبة مرة تبغي أنت تسويها بس برضه مستنكر الناس، كيف ممكن تتقبلها؟ زي ايش يعني مثلا؟ يعني انت ايوه في قطع الاثاث تصميم. اللي انت قاعده تصمميها، في حاجه انت حابه تسويها مثلا او صممتيها قدك اوريدي رسمتيها بس خايفه انه ممكن الناس ما تتقبلها، تحسها شيء غريب؟ لا والله بالعكس، يعني اي قطعه اثاث بصممها بنفذها على طول، والناس يعني بلاقي يعني اعجاب من الناس بطريقه عجيب. الحمد لله. حلو، الحمد لله. طب احنا لاحظنا في المشاريع اللي سويتيها، في منها تجاري وسكني، في منها كمان كلاسيكي وحديث، يعني ابغى اعرف هنادي انت تصميمك بايش يتميز؟ يعني الخط اللي انت مسكته يعني مش واضح اذا كان ممكن انت بتجمعي بين الكلاسيك والمودرن، ايش اللي يتميز تصاميمها هنادي؟ صحيح، أهم صحيح أنه لازم كل مصمم يكون عنده هويته الخاصة في تصاميمه، لكن الأهم أنه نهتم بالأبعاد العلمية والفنية، يعني نهتم بالوظيفة قبل الشكل. طبعا الاثنين مهمة، لكن إحنا لازم نهتم بالاثنين في نفس الوقت. وبعد كده كل مشروع له هويته الخاصة حسب رأي الكلاينت وحسب طبيعة المشروع، يعني إذا كان تجاري أو سكني فيختلف من مشروع لمشروع. لازم كل مشروع يكون له طابعه الخاص وهويته الخاصة، هذا أهم شيء في كل مشروع. يعني طيب هنادي، أنت يعني مثلا أنا جيتك ككلاينت تمسكي لي مثلا البيت من A to Z، الفرش، الجدران، الإضاءة، كل حاجة أنت تشرفي عليها، صح ولا لا؟ مش بس المفروشات. طب أغرب كلاينت جاكي وطلب منك مثلا طلب أنت استنكرتي أنه كيف ممكن أنا أعمل لك الشيء ده، ودخلتي تحدي بينك وبين نفسك أنك أنت قدرتي تنفذي له هو؟ والله هي في كلاين جاتني كانت تبى تصمم مكتبة وفي نفس الوقت تكون كافي، كان المشروع في ينبع. حلو. فكان جابت لي الخرائط بتوزيع، كان التوزيع جدا سيء،
فرجعنا مسكنا الخرائط من أول وجديد، عدنا التوزيع. كانت هي المشكلة والصعوبة إن هي تبي رفوف كثير وفي نفس الوقت تبي جلسات، وتبي جلسات مريحة لما يجي العميل عندها يقرأ يكون مستمتع بالقهوة وفي نفس الوقت اقرأ كتابه. فعشان نطلع هذه الروح كانت شوية صعبة. طيب هنادي، يعني بنعرف انه اللي يكون داخل في هذا المجال يعني بيشوف خطوط كثيرة من الموضة او من الديكورات. لو ابغى اسالك انت شخصيا ايهما اقرب لقلبك؟ يعني ايش اللي انت تحسي انه انت تحبين انك تشوفيه في بيتك من الستايلات؟ الستايل يعني؟ نعم. ايوه ممكن الكونتمبرري اللي هو اللي يجمع بين الكلاسيك وبين المودرن، يعني أيوة. يكون وسط بين الاثنين. يعني انت تحبي تختاري قطع وتمكسيها، هذا من الاخر. بالضبط. طيب هل هنادي التكلفه، خلينا نقول لك، لانه الاشياء مره دايم لما يكون الشيء غريب ونادر من نوعه وقطعه واحده ما في اختها على قولتهم يكون تكلفتها عاليه. أيوة. هل تكلفه الاثاث اللي انت بتصمميه او بنعرض للبيع بتكون عاليه ولا في الاسعار المتناول في متناول الجميع يعني اسعارها بتكون؟ لا هي يعني مو اسعار في متناول الجميع، لكن سعرها يعتبر متوسط بالنسبه للبراندز اللي موجوده عندنا، البراندز اللي بنجيبها من برا، فسعرها يعتبر متوسط. جميل. طب كلميني عن ثقه الزباين، يعني كونك امراه وسعوديه في هذا المجال، معروف انه ده المجال مستحوذ عليه الرجال من زمان يعني، فهل بيجوكي يعني الزباين بيثقوا انه انت كسيده حتقدري تصممي لهم اللي تبغوه اللي يبغوه، خصوصا الرجال؟ يعني يمكن حيقول لك لا هذه انت بنت ايش حيعرفك يعني، لسه للاسف في ناس الى اليوم زي كذا يعني، بس كلميني على هذا الموضوع. صحيح ممكن تجيب، لكن الفئة هذه الصراحة قليل بشوفهم، لأنه الناس اللي بيهتموا بالتصميم الداخلي بيكونوا ناس راقيين وناس متعلمين وفاهمين الإشي يعني تصميم داخلي. والحمد لله يعني أنا تقريبا عندي خبرة 5 سنين ونص، فأي كلاينت بيجيني بوري له أعمال اللي عملتها قبل كده، بيشوفوا تصاميمي فأكيد يثقوا. بالعكس خصوصا التصميم الداخلي، ممكن العمارة الذكور هم مستحوذين عليها أكثر، لكن التصميم الداخلي نسبة الإناث فيه له أعلى في السعودية خصوصا. كويس. طيب هنادي كركشان، يعني جدا شاكرين واستمتعنا بهذه المداخلة منك، كل التوفيق يا رب، يعطيك ألف عافية. مشاهدينا فاصل. شكرا. الله يعافيك. شكرا. مشاهدينا فاصل صغير ونرجع. If I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out, out on a terrace. أهلا بكم من جديد. كلنا أذكياء، لكن نسبة الذكاء تختلف من شخص لآخر. للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم معنا في الاستوديو الأستاذة منى الحسين، مدربة التنمية البشرية، لتكشف لنا تفاصيل أكثر حول نظرية الذكاءات المتعددة. أهلا بك أستاذة منى. أهلا والله فيك أستاذة منى. معروف أنه الشخص الطبيعي أو الشخص بشكل عام يمتلك قدرتين للتواصل، التواصل اللغوي والتفكير المنطقي، فبالتالي يطلق على هذا الشخص أنه هو ذكي، هل هذا الكلام صحيح؟ على حسب النظرية، أن كل إنسان يقدر يتواصل لغويا أو عنده تفكير متميز يكون ذكي، بس مو معناته أن اللي ما يقدر يفكر بدقة يطلق عليه مو ذكي، لأنه يمكن عنده ذكاء آخر. فبكذا أن تركيبة الإنسان شوي معقدة. فهذه الأنواع من الذكاءات تبرز مكنون الشخص. لذلك لما أكون لبقة في تواصلي، في حضوري، في تفكيري، يطلق علي من أول نظرة أني أنا ذكية. لكن مو شرط أن اللي ما يتواصل كثير اجتماعيا أو لغويا يكون يعني ما عنده، ممكن يكون ما هو ذكي اجتماعيا بس ممكن يكون ذكي في نواحي أخرى. صحيح. طيب يعني اختبارات الذكاء اللي احنا نسمع عنها ونعرفها، يعني هل هي تعتمد على اللي هو التفكير المنطقي والتواصل اللغوي فقط، ولا كمان لها أسئلة؟ هذه الاختبارات هي معدل لمؤشر نسبة الذكاء في كل شخص. يعني نفترض في وظيفة وحبوا يسووا اختبار في نسبة ذكاء معين،
يمكن يكون ذكاء فيها 10، لكن بالمقابل في الذكاء الآخر يكون نسبته أقل. فمعناته أنه ما يدخل الوظيفة لأنه في الذكاء الآخر ماخذ 10؟ لا طبعا، مو صحيح. طب إذا عرفينا كذا إيش هي الذكاءات المتعددة؟ الذكاءات المتعددة هي 8 أنواع: ذكاء اجتماعي، ذكاء عاطفي، ذكاء منطقي رياضي، ذكاء حركي، ذكاء طبيعي، أيضا ذكاء سمعي، بصري. وكل نوع فيه لا تشعبات كثيرة ولا مسميات أيضا أخرى، لأن على حسب كل عالم أو كل باحث يطلق عليها اسم آخر. جميل. معناه أنه كل شخص لازم تتوفر فيه هذه الذكاءات 8 أو 9. طيب إحنا قلناها 8، والذكاء 9 قلتي لي إيش تكون؟ هو لا، هو في اللي هو الذكاء الروحي. طبعا مش مو الأغلب اتفق عليه، فعلى أساس كذا لما تيجي تبحثي بالنت تشوفي بعضهم يقولوا 8 وبعضهم يقولوا 9، اللي هو الذكاء الذاتي. إذا سؤالي هو كالتالي، يعني هذه الذكاءات 8 اللي ذكرناها المفروض أنها تتوفر في كل الأشخاص لكن بنسب متفاوتة، إيش سبب الاختلاف؟ أو إيش الشغلات اللي هي ممكن، يعني لو أنا مثلا عندي ضعف في الذكاء العاطفي أو غيرها، كيف ممكن أنميها؟ كيف ممكن أطورها؟ إيش الشغلات القديمة اللي أثرت على هذه النسبة؟ الأول شيء المناخ اللي أنت كنت عايشة فيه، البيئة، تربية الأم والأب لها دور كبير طبعا في رفع أو انخفاض درجة ذكاء الشخص. إذن التنشئة يعني. أيوة، يعني يجي طفل ذكي ذكاء خارق، ليش؟ انبنى على أسس متينة، يعني تعلم، علموه كيف يتكلم، كيف يقرأ، كيف يكون اجتماعي مع الغير، كيف يلقي السلام، كيف يحترم الكبير، بعد ما يخلص مثلا من شغلة يشكر، يودع. في بعضهم الحين كبار ما عندهم هذه النقاط. صحيح، يعني صحيح. طب كلمينا أكثر عن الذكاء العاطفي، إيش هو؟ أحلى شيء طبعا في الموضوع كله الذكاء العاطفي هو إدراك قوة الشخص العاطفية في مشاعره، رصد عاطفته. طبعا في الذكاء العاطفي مفتاح أساسي اللي هو إدارة العاطفة في المواقف الصعبة، في الفرح، في الحزن. يعني أحيانا مثلا زميلتي يكون عندها موقف حزين ولأني أنا قريبة منها يمكن على طول أبتدي أبكي معاها وكذا، لكن في الفرح تشوفيني لا مبسوطة وياها، ليش؟ لأن خلاص عاطفتي معاها، متجهة معاها. دائما لو صارت مشكلة حق شخص قريب مني مثلا بالبيت بالشارع وفيها موضع إنساني، تشوفين على طول العاطفة تشتغل فتبتدي تدوري حل عشان تساعد الطرف الآخر. طب هذا بس يعني هذا مو ذكاء، هذا يعني طبيعة فيك. إذا أنت مثلا صديقتك أو زميلتك مثلا حطت في موقف يحزن، طبيعي أنه أنت تحزن. مو شرط، يعني في بعض، أوكي مو شرط أنها تكون زميلتي، تكون مثلا عابرة في الشارع ما أعرفها، أي ومثلا يعني تعرضت الموقف، مو شرط أني أنا أروح أساعدها. بس أحيانا أي أنا واحدة أحزن بالضبط. طب اللي بيسووه الأطفال مع أمهاتهم اللي هو مثلا يعرف نقطة ضعف أمه، يبكي مثلا هذا ذكي عاطفي، هذا ذكي عاطفي. على كذا الأطفال مستغلين أنا إحنا مرة كثير. لا طبعا في أم تكون فاهمة أن يعني مثلا الطفل حقها هو عارف أنه وقاعد يستغلها، بس هي عشان تطنش وتكمل جلسة على الجوال ولا الإنترنت ولا تلفون ولا زوارة أو شيء، تعطيه اللي هو يبغى. يصير معناته أستاذة منى كل الستات لازم يكون عندهم ذكاء عاطفي، تبكي وتنزل دمعتين لزوجها صارت ذكية عاطفيا. صح؟ طيب هذه صح. طيب معروف هو الذكاء، يعني احتاروا العلماء سابقا اذا كان مكتسب ام وراثة، والى الان منكم متاكدين؟ ما حد متاكد اذا هو وراثة ام اكتساب. شوفي انا بقول الشغله، الذكاء نوعا ما يمكن حق العلماء، يعني تشوفي عالم احيانا مو دارس وعنده نسبه ذكاء، احيانا الفشل خلاه ينولد من جديد ويصير ذكي ويبدع ويصير لك عالم. في بعضهم لا، هي نفسها القبيلة أو العائلة وراثة عندهم فراسة. الفراسة أيوة. فيكون نقول نسبة جزء يعني وراثة والباقي مكتسب بمهارات طبعا الشخص، كل ما عزز مهاراته ونماها راح يكون مبدع فيها. طيب هذه المكتسبة، يعني الأشخاص اللي عندهم القدرة أن هم يتعلموا أنواع كثير من القدرات، كيف ممكن
نطورها فيهم، أو كيف ممكن نعلمها ندربهم أنهم يبدأوا يكونوا عندهم كذا نوع من الذكاء أو من القدرات؟ يعني لنفترض أن الحين أنت مذيعة وعندك لباقة وكذا، لكن لنفترض أنك عندك زيادة في الحركة أو شيء، فهذا يأثر. سبحان الله كيف عرفتها والله. لا هي اوريدي قراءتك من يوم ما دخلت لاحظتها قراءتها هذه مقصودة يا غريبة. فهذه لازم يعني انت تبحثي تقرأي كثير تحاولي تعملي على نفسك تروح تعمل رياضة. لا مو شرط، يعني لازم تخلي شخص قريب منك يراقب تصرفاتك، لا تسوي كذا ولا تسوي كذا. لازم تتقبل وتتقبلي النقد، لان النقد هو اللي راح يبنيك. ما في فايدة بتظلي على نفس الدرجة، ما راح تسعدي السلم. لا لا، بس فعليا أنا مش جالسة أتكلم على هذا النوع من القدرات، جالسة أتكلم على أنواع الذكاء. يعني عشان يكون عندي ذكاء عاطفي اجتماعي زي ما ذكرتي في يعني ذكاء. الحين احنا عندنا العصر ما شاء الله تطور، دورات تدريبية حتى المعاهد حتى في المدارس بدأوا يسووا مثل المحاضرات والندوات، الجمعيات الخيرية غير الدورات اللي طبعا مدفوعة الثمن. يعني أنا أخذ دورة في الذكاء العاطفي، في الذكاء الاستثنائي. نعم. عندي شهادة معتمدة فيها من جامعة البترول. حلو. أوكي. أيضا لغة الجسد، يعني أي شخص المفروض يطلع قدام الشاشة يكون عارف لغة جسده كيف راح يتعامل مع المايك والكاميرا، وأشخاص الملايين راح تشوفها. أيضا لو رجعنا شوي، أن أنا ذكية خلاص، أتخيل أن أنا قاعدة أتكلم مع صحباتي بكل عفوية راح تمشي أموري. طيب كمان نعرف أنه نحن الآن مرآة لما نشأنا عليه من الصغر، والقاعدة العامة تقول أنه السلوك عدوى. طيب لو أبغى أسأل أنا، إيش الخطوات اللي لازم أتبعها حتى أعزز الذكاء الاجتماعي عند ابني؟ أول شيء توفرين له مكان أو مناخ مريح، اتعلمينه، ابعدي عن الأجهزة والإنترنت، هذولا طبعا راح يخلوه شخص متوحد عصبي متوتر، طلباته لازم تكون مجابة. تبدأي تقرأي مع قصص، تكوني مع بعقل الطفل. يعني انت ضد الطفرة الجينية اللي حدثت مؤخرا في الأطفال، انه صار كل طفل لازم يمشي معه آيباد آيفون جوالات؟ مو لازم، مش لازم والأب يعني. أي صح. يعني أنا ضد إنه يكون الطفل عمره سنتين وبإيده أيباد. أول شيء راح هذا يقلل من الذكاء الاجتماعي. ولا وراح يكون عنده أفراط في الحركة بشكل مو طبيعي، لأنه راح يتلقى ذبذبات من الأجهزة، فبتلاقينا يعني شاقي جدا، وغير كذا راح يتعلم أشياء كثيرة. طيب أستاذة منى، أكيد حنكمل حوارنا معك، ولكن خلونا نطلع فاصل وراجعين في نفس الموضوع. فقرتنا مع نظرية الذكاءات المتعددة مع مدربة التنمية البشرية أستاذة منى. أتكلمنا عن بعض من الذكاءات المتعددة قبل الفاصل، وأنا حابة أسألك عن الذكاء السمعي، لو تقولي لي إيش هي أهم مميزاته؟ الذكاء السمعي يكون الشخص عنده دقة في السمع ورصد الأصوات، أيضا منها أنه يقدر يطلع لحن نغم، يعرف الآلات الموسيقية حتى لو ما كان دارسها، يسمع الأصوات عن بعد. يعني لنفترض في بعضهم في طيارة مثلا مار، يقول في صوت طيارة مع أنه محيط وأحيانا ما يقدر يلقط الصوت وما يشوفها بس بعد فترة تعبر الطيارة، لأنه عنده سمع الأصوات، يميز طبعا بين صوت الحيوانات أي صوت. هذه خاصية يعني تكون موجودة أكثر عند الفنانين وكذا، الناس اللي يغنوا بيعزفوا. إيه المدرسين الموسيقى أو المغنين أو الملحنين، حتى الشيوخ اللي بيقرأوا القرآن بتشوفي كل شيخ إلى نمط في صياغة القرآن وتجويده طبعا. ما في أي شخص يقدر يقرأ تجويد بدقة نفس الشخص اللي عنده قدرة في السمع، لأنه راح يسمع وراح يتغن.
عكس بما أننا أنا إذا ما كان عندي ذكاء سمعي حتى لو سمعت الشيخ وهو يتلو القرآن يمكن ما أقرب نفس الطريقة. طيب إيش نوع الاختبار اللي الواحد ممكن يخضع له على أساس إنه هو يميز مدى الذكاء السمعي اللي عنده؟ هل في اختبار؟ إنه أحيانا بنشوف على اليوتيوب وغيرها في بعض الأصوات يقولك إذا أنت سمعتي هذه الدرجة معناته إنه أنت عندك ذكاء سمعي أو إذا ما قدرت تلقطيها. طبعاً اللي تطور الآن يعني مو مثلا سابقا تجلسي قدام شخص هو أساسا ملحن أو مغني أو غارة وبيخليك تقرأي قدامه أو تغني قدامه وبعدين يقولك والله أنا بعطيك الدرجة الفلانية. الحين في أجهزة، في مايكات، في سماعات، يعني هي راح تغيمك هندسة صوت. يعني أيوة بالضبط. يعني عشان كده في ناس يقدروا يجيبوا آلة موسيقية ويتعلموا ما شاء الله مرة بسرعة، وفي ناس يقعدوا سنين يتعلموا ما يقدروا لأنه ما عندهم ذكاء سمعي. يعني يا ريتني كنت أعرف المعلومة دي من زمان بدل الآلات اللي اشتريناها ورميناها يعني كلها. طيب أستاذة منى، في ناس مثلا يكون متفوق أو شاطر في الدراسة، وصل لمرحلة تعليمية عالية مثلا معاه ماجستير، معاه دكتوراه، ومبدع في التخصص اللي هو درسه، بس في المقابل أبدا ما هو ذكي اجتماعيا، تلاقيه منعزل منطوي على نفسه، مكتفي فقط أنه هو مبدع في مجال دراسته. صحيح. صحيح أنت قلتي مكتفي، خلاص هو اكتفى أن أنا والله عندي شهادة ووصلت في الدراسة إلى مكان معين، فأنا مش مهم أني الأخ تتقبلني أو أنت تتقبلين أو الطرف الآخر، أنا مكتفي بنفسي كذا. طبعا هذا غبي اجتماعيا قليل الذكاء. لا، لأنه فعلا تخيلي مثلا أنه أنت إنسانة دارسة معك درجة ماجستير أو دكتورة، بس فعلا في يعني ما في تعامل اجتماعي، يعني نفس ما قالت، يعني نفترض ان انت تروحي لطبيبة ما لاي تخصص طبعا وتقول لش انت عندك هالشيء، لا شلون، وتبتدي تبكي، ترى هذه حال الدنيا. يعني ما تقول، يعني ما تعزز وتواسيكي، خلاص ما عندها لا ذكاء اجتماعي لا ذكاء عاطفي. فيعني هذا الذكاءات لازم المفروض ان احنا نبتدي نقرا، يعني الحين اليوتيوب النت ما خلى شخص ما يعرف شيء. يعني التعلم ما شاء الله صار أسرع من قبل بكثير، يعني أول لازم نروح للمدرسة، الحين التعلم في بيتنا. فمو الكل يعني قاعد يبحث ويتعلم. فمثل ما قلتي يعني في حتى يمكن رجل أعمال تشوفي يجي شخص يسلم عليه ما يعطي كذا، أنا غني ولي طبقة معينة ابتسم. يمكن هذا نوع من أنواع الغرور منى، لأنه حسيت أنه كذا إيه، بس ما في ذكاء اجتماعي. يعني شخص جامد. أيوة. يعني تخيل الحين أنا جيت وجلست جنبكم وسألتوني أسئلة وأنا حتى ما نظرت ولا واحدة ومقبلة بس الكاميرا وأتكلم بس على حسب السؤال اللي عطيته. ما في اندماج، يعني اندماج ما في. لكن طب خليني استفسر منك عشان نكون واضحين اكثر، هل الذكاء الاجتماعي، الذكاء السمعي، الذكاء العاطفي، هذه انواع الذكاءات كلها معدل الاي كيو حقها، معدل الذكاء يعني لما تسوي لها اختبار ذكاء مثلا نفسه هو معدل الاي كيو العادي الطبيعي اللي عند اي انسان، ولا هل يحتاج لها معدل ذكاء مختص واختبار خاص فيها؟ لا شوفي طبعا كل شخص مثلا زي عفوا يعني قبل شويه قلتي انه ممكن احد تمر طياره يسمع صوت طياره، كلنا عارفين انه ده صوت طياره، هل يحتاج الانسان معدل ذكاء يعني نسبه ذكاء غير الاي كيو العادي الطبيعي اللي موجود عنده عشان يعرف انه مثلا يعرف يفرق بين الاصوات او عشان يعرف يتعامل مع الناس؟ شيء اكيد. يعني انا قبل شوي لما قلت لي صوت طياره، لنفترض في شخص سمعها من بعيد، يعني انا ما قلتش والله مرت الطياره والشخص قال صوت طياره، بحيث ان انا لما رفعت صوتي انا ما رفعت عيني ما شفت طياره، فكيف انا احكم ان الشخص هو سمع صوت الطياره؟ يعني تقصدي انه هذا في حتى عن السمع، يعني عنده السمع قوي جدا، يعني حتى صوت الماي، صوت حتى الاشياء البسيطه يسمعها، الاصوات الدقيقه يسمع، يقدر يميز بين صوت العصافير بين اصوات الحشرات، يعني عنده دقة. احنا يعني انا واحدة يمكن ما اميز اذا هذا العصفور صوته كذا، الكناري صوته،
بالنسبة لكل عصفور. يعني زي ما تفضلتي وذكرتي حضرتك، يمكن في الموسيقى أكثرها لما بنسمع مقطوعة موسيقية أحيانا في بيتس أنا أسمعها غيري ما يسمعها، يعني هذه اللي تكون مبطنة ومن تحت فعلا، يعني مش أي أحد يقدر يميزها. وأحيانا حتى وأنت جالسة بالبيت قاعدة مثلا تقرأين أو تطبخين أو تعملين أي شغل تسمعي صوت، بما أن اللي معك بالبيت ما سمعوا هالصوت، فأحيانا تسمعي صوت عابر بالشارع مثلا من جيرانك فتقولي سمعتي صوت؟ لا ما سمعتها، بس انتي سمعتي. صحيح. فهذا الاختلافات لما يعني. لما يحصل زلزال مثلا في ناس يحسوا بالزلزال يقول لك ما حسيتوا بالزلزال، لا والله ما حسيت يعني. وفي ناس يقولوا يحسوا يعني انه الارض مثلا حتى لو كان شيء مره خفيف يحسوا انه في تغيير حصل يعني. يعني نفس الزلزال يعني حصل معدلات ذكاء مختلفة. أكيد. يعني ما له دخل، يعني معدل الذكاء من المتوسط الاقل 150 صح؟ من هذا متوسط. على حسب، في ناس حتى اقل وفي ناس اكثر. الاقل هو انا بقول لك المتوسط 150 واقل ينزل، يعني هذول اللي عندهم 150 لا يتطلب لهم اختبار ذكاء اخر عشان يعرفوا اذا هم عندهم ذكاء سمعي او ذكاء عاطفي او شيء زي كذا. في اختبار في مركز للقدرات عندنا بالشرقيه، تجلس في جهاز او اشياء كثيره وتحاليل ومعدلات، أن في مثلا طفل عمره 10 سنوات لكن نسبة ذكائه عمر 7 سنوات. ليش؟ عنده تأخر في الذكاء، هذا طبعا يكون منذ الولادة. أيوة. طبعا دي الأشخاص جدا نادرة تعتبر. فبينما تشوفيه مثلا هو عمره 10 سنين ذكاء أقل من عمره. صحيح. فمو معناته أنه غبي، فالأغلب راح يقول هذا غبي، لكن مو غبي، هو بس عنده تأخر نسبة الذكاء. تأخر. طب والعكس أستاذة منى، عادة مثلا تشوفي أطفال تقوم تقولي ما شاء الله تبارك الله تفكيره سابق سنه، تفكيره أكبر من عمره. صحيح. هذا عادي برضو طبيعي أن يكون بالذكاء ده. هذا ما شاء الله، يعني مثلا تكون الأم ذكية معدل ذكائها ممتاز والأب نفس الشيء والعائلتين عندهم نسبة الذكاء عالية. فأكيد يعني فجناتك الموضوع. طيب خلينا نرجع مثلا لموضوع الذكاء الحركي. أنا واحدة مثلا على سبيل المثال حبيت أنه ابني أو بنتي ينخرطوا في رياضة معينة، أنا أقدر أخليهم أنه يصير أخلي الذكاء الحركي مكتسب عندهم يعني غصبا عنهم، ولا هو اوريدي مثلا موجود وانا نميته؟ لا لازم تنمينا، ما في شيء قصب. يعني اوكي قصبتي سنه سنتين بعدين بعد ما راح تتعبين وتعطينا مجهود وتعلمينا راح يبطل الشيء الرياضه اللي انت فرضتيها عليه. ايوه لان انت قاعده تفرضي عليه شيء. يعني الحين انا بجيب لك بيتزا وبقول لك قصبك ليها. ايوه تاكلينها؟ هاكلها طبعا. اذا انت تحب البيتزا، لكن اذا ما تحبيها ما حتاكليها يعني. اي يعني شيء مثلا ما تحبينه اجيب لك اكله انت ما تحبيها رغبه، يمكن عشان خاطره راح تتغبلي شوي بعدين تقولي لي حيكون عندي ذكاء عاطفي وما حزعلك، حدوب من اللي اديتيني هو وبعد كذا حقول لك انا اسفه. صح. اي فنفس الشيء انك تفرضي الشغله على الطفل، اوكي في البدايه هو ما يعرف الشغله راح يتقبلها، لكن بعدين بيحس انها ممله مثلا اذا ما هو حاسس بميول ليها. ايه. يعني لكن لما يجي طفل هو اساسا يحب الرسم. ايوه هذا عنده ذكاء بصري، لازم انت تنمي عندها الشغله. تبتدي تجيبي له الالوان اللي يحبها، كراسات الرسم، توديه معارض، تعلمي على الفنانين التشكيليين، بكذا راح يبدع، راح يرسم لك اشياء كثيره انت ما كنت متصوراتها من عمر صغير. ايوه نفس الشيء في الذكاء الحركي، لو كان هو اساسا حركي مثلا يحب الكوره اخذيه على نادي، خليه يتابع كوره، يعني الاشياء حتى اللبس لا تاثير عليه. تشجعينه دائما تحافظين على اكله ووزنه. طب خليني اسالك منى، هل هذه الاشياء بس مخصصه بالاطفال ولا احنا نتكلم على جميع الناس؟ يعني مثلا انا الحين وحده عمري كبيره مثلا في العمر، اقدر انا يكون عندي اكتسب نوع من انواع الذكاء سواء كان اجتماعي سمعي لغوي؟ اقدر الانسان اللي يكون بالغ انه يكتسب ذكاء؟ اكيد يطور او ينمي من ذكائه. تعززين الذكاء اللي انت تبغينه، تبحثين تقرأين كثير وتبتدي تمارسي على نفسك. جميل. راح تحسي انه بعدين صار اوريدي موجود عندك. طب ايش هو مثلا اقل نسبه ذكاء ممكن او قدره تكون متوافره عند الشخص؟ يعني خلينا نقول مثلا انت الحين قلتي لنا في يعني من 8 إلى 9 انواع ذكاءات متعدده، ايش هو يعني اقل معدل او اقل نسبه انه يكون متوفر عند الشخص؟
أو مجموعة ذكاءات؟ هي كلها مجموعة موجودة، لكن مثلا أنا أحب أسمع الموسيقى بس ماني شاطرة في الإلغاء، ماني شاطرة. أنت يمكن شاطرة في الخطابة والحوار، لكن لو جيت بقول لك مثلا في الذكاء الرياضي أو كيف ما نفترض الذكاء الرياضي اللي هو الذكاء المنطقي الرياضي، واجيب لك انت احد حكالك عني قبل تخشي، انا متاكده حتى الرياضه من جد ما احب، واجيب لك معادله حساب عدد معين اضربيه في العدد الثاني ولا اعرف ولا احاول اعرف اي، فانا ما اقدر اقول لك ان كلنا عندنا ذكاء مرتفع في هذا النوع ومنخفض في نوع، لا، نسب متفاوته. نسب متفاوته، احيانا يكون تشوفيه شخص بارز عنده ذكاء الاجتماعي، دائما تكون عنده كاريزما، متحدث لبق، مستمع جيد، صوته منخفض. لا انا حاسه بتتكلم عني والله المجاسه بتطالعني. طيب انا بس يعني بس لا يعني هذه الاخيره لا انا بس تعرف ايش اللي لفتني استاذه منى؟ يعني بحكم خبرتك كذا لو تقول لي كل واحده على السريع ايش اكثر شيء لفتك فيها هي ايش نسبه الذكاء اللي مرتفعه عندها؟ شكرا. نبدا من ريم. انا مره انا اقول لك الحقيقه ذكاء اجتماعي وعاطفي ما عندي صراحه يعني. لا تفضحي. لا هي ذكائها عندها ذكاء اجتماعي ما شاء الله، سمعي قاعده تسمع فقاعده تخزن معلومات ما ادري معلومات. وغزل؟ لا ما شاء الله عليها اجتماعيه مبتسمه دائما، دائما الشخص الاجتماعي دائما يكون مبتسم لان الابتسامه باب أو مفتاح عشان أقدر أدخل حق روحك أو روحها ابتسامتي هذه. يعني ذكاء سمعي، ذكاء اجتماعي، كله أنا. عبير؟ كله صح؟ كله ما عدا الصوت الواطي والرياضيات تقريبا. كله الحمد لله. أنا عندي كم؟ أنت شاملة كله، أنت حتى العاشر لك. العاشر بس حنسوي لك. أنا سويت ذكاء دحين جديد في الدنيا، أنا نوع من أنواع الذكاءات لازم يجي. لا أنت مجموعة من الذكاءات، فخلاص المفروض إحنا نطبق النظرية عليك أنت. الله ونعزز اللي منخفض ونقلل المرتفع عشان يكون معدل المتوسط. لا تتكي على مرتفع عشان فهمتي ايش قصدي. طب ورؤى؟ ترى انا مش عالمه يعني أنا ايوه بس انت ايش تحسي من هذه الفتره يعني من اللي جلستيها معانا انه مثلا كل وحده ايش برز عندها اي جانب من انواع الذكاء؟ كنظره يعني. لا مستمعه يعني عندها ذكاء السمعي، عندها ذكاء الاجتماعي، عاطفيه. انا عندي فرط في العاطفه يعني واضح. احكي لك يعني انا متفرج على مسلسل دمعتي طارفه بزياده، واعتقد اني لازم ابدا احاول اعمل كنترول على هذا الموضوع بياثر علي كثير. صحيح. طب خليني اقول لك منى دحين لو الانسان ايش العائد السلبي اذا ما كان عنده هذه القدرات؟ يعني لنفترض انا ما عندي ذكاء اجتماعي وجيت معاكم اليوم هنا وانتم ما شاء الله أربعة أيوة كل واحدة قاعدة تعطيني سؤال وكذا، فلو ما عندي لباقة في الكلام أو أني قاعدة أستمع حق كل واحدة منكم كان قلت لكم من أول دقيقتين مع السلامة. أي يعني لازم يكون عندي معدل أني أعرف كيف أتعامل مع الظرف اللي جاني أو الواقع اللي أنا قاعدة فيه أو الأمر، يعني كل شيء إلى معدل معين. فهمت كيف؟ يعني احيانا يكون في خلاف في البيت فكيف انا اكون طرف محايد؟ لازم استمع للطرفين وبعدها ادخل، يعني ادخل انا مثلا على صراخ واسب هذا واسب هذا وانا ما ادري ايش السالفه؟ لا طبعا. فلازم انا اكون عندي صبر شوي، اكون مستمعه. الاستماع طبعا جيد كثير، لازم تستمعي اكثر عشان تقدري توصلي للنتيجه اللي انت تبغيها. بس اتوقع الانسان لازم يمر بسلسله من التجارب والمواقف. صحيح. حتى يوصل لهذه الخلاصه الاخيره، يعني مش بالفطره انه الواحد يقدر انه هو يعني يكون محايد او انه يوزن بعض من انواع الذكاءات او من عواطفه. صحيح. يعني مثلا انت قبل شوي قلتي الذكاء العاطفي عندك مفرط بزياده. أيه. فهذه احيانا تحتاج انك تسوي على نفسك كنترول. ايوه يعني موقف يمكن ما يحتاج انك تنزلي دمعتك فتنزل الدمع. والله وحياتك على الفرحه ابكي وعلى الحزن ابكي. هذه عندك ما شاء الله ارتفاع، عندك اساسا انت شخص حساس يعني فحسيه يعني قاعد تحسي بالطرف الاخر حتى لو ما كان يخصك. فاحنا لما قلنا قبل شوي ان
موقف يخص أختي أو زميلتي، أوكي بيني وبينها عيش وملح، لكن لما يكون واحدة أنا ما أعرفها بالشارع وبتأثر لها، وبرغم أنه يمكن في أشخاص أخرى يعني راح تساعدها، لكن أنا ما أحس عن نفسي أن أنا راح أقدم لها مساعدة. يعني في موقف صار لي السنة الماضية عند البحر في الدمام، طبعا أنا أخاف من القطط، ففي واحد ضرب بسة، أيوة، وكنت أنا جالسة أكل عند البحر بروح. الموقف إنها جات هي تتألم وشمت الأكل وقفت، وأنا متأزمة خايفة منها، فسبحان الله قلت يعني هذه لو إنها طفل بقوم أشيلها وبعطيها وبعطيها ماي بعطيها أكل، فما حسيت عن نفسي إلا قمت عطيتها من الأكل وعطيتها ماي. فتخيلي لما جات تمشي كذا افترت وتهز لي براسها وتمشي، سبحان الله ذاك اليوم. طبعا انا ما احبهم بس حسيت انه يعني حتى الحيوان يحس لما تكونين لطيفه معاه تتعاملي عليه، انه الموقف كان انا خايفه منه. نفس الشيء مع الانسان والاطفال. طيب منى، الانسان اللماح لما مثلا نيجي نقول الانسان ده لماح، هل معناته انه نسبه الذكاء البصري عنده مرتفعه؟ شوفي احيانا موقف يصير قبل ما يعني تقرا الشخص اللي قدامك نسبه ذكائك عاليه، حتى يمكن انت تقولي اوف انت ذكيه ليش. اول شيء الاحساس عالي بيكون، عنده دقه في البصر، يشوف حتى من لمحه مثل ما قلتي، يكون تركيزه اساسا في اللي حوله. يعني مثلا احيانا تعبري شارع تبغي لوحه معينه، انت زوجك مثلا او السواق ما يشوفها، بس انت من دقه التركيز اللي عندك تقولي هنا هذه. والله لو كان المحل قد كده صغر ممكن تلقطي في وسط 20 محل. صحيح، بس مو شرط الكل، يعني يمكن انا اوكي انت لا، او انا لا وانت اوكي، يعني مش كل شخص يمتلك ذي القدره. يعني بعض هو التركيز، يعني هو الاساس من التركيز، انا بركز ان انا ابغى شغله راح اوصل لها. لا، لانه انت من جواتك تبغي؟ لا مو شرط، يعني مثلا الحين انا طلعت مع سواق والحين ما شاء الله عارفه سوي يمشي وين تبغين تروحين، تقولي لا بروح المكان الفلاني. ايه اوكي، يعني يمشي ويمر على المركز او المعرض او السوبر ماركت. ايه بس ما ينتبه، تقولي لا استنى هذا، يوه سوري انا ما شفته. طب هذه الحصيره الكافيه من المعلومات والقدرات اللي متواجده عند الانسان ممكن تتواجد عندك، ممكن تتواجد عند غيرك كمان، ممكن ما تتواجد عند ناس ثانيه. يعني على سبيل المثال اينشتاين، برغم انه عالم مره كبير ومعروف في كل مكان، لكن اينشتاين كان معروف انه غير اجتماعي. قبل شوي تكلمنا ان شخص يكون عنده دراسه عليا وعنده شهاده او عنده اموال طائله، لكنه شخص مو اجتماعي، هو مكتفي بالقدر اللي عنده بالمعلومات اللي عنده. بس مو شرط انا اتكلم عن الذكاء الاجتماعي فقط، انه بشكل عام يعني مو شرط انه خليه، بس مو بس اجتماعي، كمان هو عاطفي ما عنده كمان، كان هم اللي نسميهم الجيك، الذكاء العاطفي. لا الجيك اللي هم مره شاطرين في الدراسه ولكنهم النواحي الثانيه اللي هو الذكاء الاجتماعي الاعطفاء العاطفي، يعني حتى في نفسهم في شكلهم انهم ما يحبوا، يعني انه خلاص مركزين على انه هم مره يحبوا. تشوفي غير متحدث، صحيح. مو مستمع، حتى بالشكل ما يهتم بشكل. صحيح. تشوفي عادي يطلع مثلا تسألي ليش انت كذا، انت فاضي الواحد يروح يقرا له كتاب ويتعلم معلومه او يدرس. ما يهتم بشكله، فكثير تصير هذه سواء كان في شباب او بنات. التوازن جدا مهم ما بين الذكاءات المتعدده. صحيح. طيب احنا هذا ختام للاسف فقرتنا معاكي منى الحسين، يعني جدا استمتعنا وجدا كلنا كذا كان كلنا تركيز وانتباه. يعطيك الف عافيه. حابه تقولي شيء اخير؟ حابه اشكركم واحده واحده، واشكر الاستاذه اميمه هي اللي اعطتني فرصه اني اكون وياكم اليوم، اشكر قناه روتانا اللي اعطتني فرصه اني اطلع، انا ما خبرت احد اني بطلع اليوم عشان تكون مفاجأة. أشكر أيضا كل شخص حاول يدعمني عشان أوصل للمكان اللي أنا وصلته. كل التوفيق. يعطيكم العافية. مدربة تنمية بشرية وتطوير الذات، شكرا لك. مشاهدينا فاصل ونرجع مرة ثانية. لطالما كان العمل الملاذ الآمن والملجأ لمن لا ملجأ له، وعلى مدى سنوات
واجهت المرأة العديد من الصعوبات في تقبل فكرة عملها وانخراطها لدفع عجلة التنمية. يوما بعد يوم بدأت تزول تلك القيود لتنطلق بنفسها راسمة مستقبلها على طريقتها الخاصة. لكن لهادمي الطموح والطاقات رأي آخر، فالابتزاز الوظيفي لم يعد أثناء العمل بل قبيل اختيارك لشغل ذلك المكان، أنت أمام خيار لا ثانية له. أثارت فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة بسبب تلك المحادثات التي قامت بإظهارها للملأ، مظهرة فيها من يشار له بأنه رجل مستغلا للحاجة التي دعتها لتشاركه أطراف الحوار، متسائلة عن متطلبات ذلك العمل، ليأتيها الرد علاقة مقابل وظيفة، مما أغضب رواد التويتر معبرين من خلال الوسم الذي انطلق عن أهمية وعي الفتيات بحقوقهن وعدم السماح لكائن من كان بأي تجاوز قد يطال تلك الحالمة، فبأي اتجاه تذهب ولمن تلجأ؟ الاجتماعي تويتر وسم يفضح فيه أصحاب العمل استغلالهم للفتيات وحاجتهم للعمل علاقة مقابل وظيفة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستديو المستشار القانوني محمد الوهابي. حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا. طبعا زي ما شفنا في التقرير في كثير من حالات الاستغلال أو التجاوزات اللي تصير، هل هناك أنظمة في المملكة العربية السعودية تحمي الفتيات من هذا النوع من الاستغلال؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طبعا وجود أنظمة، نعم توجد أنظمة، ولكن سبقت هذه الأنظمة الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية جرمت هو أي تعدي على الشخص، خصوصا إذا كان التعدي هذا فيما يخص العرض. نعم. هل هناك عندنا ظاهرة؟ نعم، هي في مرحلة من المراحل وصلت إلى ظاهرة. نعم، وقعت استغلال أصحاب العمل أو استغلال بعض المدراء أو استغلال أي شخص، سواء لامرأة أو لرجل. يعني قد يكون الاستغلال ترى مش شرط أنه يكون موجه إلى امرأة، ولكن في الغالب يكون إلى امرأة. هل الدولة لم تلتفت إلى ذلك؟ لا، التفتت إلى ذلك، وصدر عندنا نظام من عام 1430. النظام هذا ماذا يسمى؟ نظام مكافحة الإتجار بالبشر. نعم. مسمى النظام ممكن الشخص العادي يقول لك هذا ما له علاقة في موضوع أنه والله استغلال النفوذ أو استغلال العمل، لكن جت المادة الثانية عرفت الإتجار بالبشر بإيش؟ يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال السلطة عليه. يعني واضحة وصريحة. واضحة جدا. النظام هذا كم عقوبته؟ 15 سنة سجن. تصل العقوبة إلى 15 سنة سجن. ممكن الناس تجي تقول لك أنه هذه عقوبة قاسية أو رادعة. نعم، هي لأنها هي ترتبط بعرض الشخص. صحيح. إحنا لا ننتظر إلين مثلا الموظفة هذه مثلا تضطر أن تتنازل بالتفريط بعرضها أو بجزء من عرضها ثم نبدأ نقول والله لا يجب أنه إحنا نغلظ. صحيح. العقوبة. نعم سيد محمد، لكن بعد تطور القوانين وفرض عقوبات جديدة مؤخرا على المتحرشين وما إلى ذلك، هل ما زال هناك أشخاص يقومون بالاستغلال والإساءة بهذه الطريقة؟ شوفي، باختصر لك إياها في مقولة بسيطة جدا، من أمن العقوبة؟ أساء الأدب. أساء الأدب. صحيح. الأشخاص هذول أمنوا العقوبة. أنا لا يمكن أني أتحدث بعنصرية، والأنظمة في عندنا في المملكة العربية السعودية لم تتحدث عن وافد وعن أجنبي وعن سعودي وعن كذا، ولكن النسب الكبرى في جرائم التحرش اللي احنا شفناها في المحاكم كانت لغير سعوديين. نعم. يعود السبب هذا لشيئين. أولا لأنه الشخص هذا قد يكون أنه ديانة غير الديانة الإسلامية، فبالتالي يعتقد أنه العرض في المملكة العربية السعودية مستباح له، رقم واحد. الشق الآخر أنه الشخص هذا ممكن أنه مش ممكن، هو متأكد أنه إحنا عندنا مجتمع محافظ. المجتمع هذا المرأة تخاف وتخشى أنها تروح تتقدم بشكوى أو ببلاغ إلى الجهات المختصة، فبالتالي هنا تطبق عليه مقولة إيش؟ من أمن العقوبة؟ أساء الأدب. نعم. طيب خلينا نتكلم على الإجراء. إذا أنا مثلا حصل لي مشكلة في العمل، واحد ساومني عشان وظيفة، إيش الإجراء المتبع اللي المفروض أسويه عشان يعني أقيم أبلغ أنه هذا الشخص ترى بيساومني في نفسي؟ ممتاز. طبعا إحنا في عندنا نوعين بس عشان نوضحها للسادة المشاهدين، في حاجة اسمها بلاغ، في حاجة اسمها شكوى.
أنا أبلغ عن حالة تعدي أو استغلال أو أنا أشتكي عن حالة تعدي أو استغلال. البلاغ أني أنا شفت والله زميلتي في العمل شخص تحرش بها فأروح أبلغ، أنا ماني طرف في الموضوع. أنا ماني طرف، لاني مدعي ولا مدعي عليه، مش فاعل خير. النظام ملزم، اللي ما يبلغ ويكتشف أنه يعلم العقوبة سنتين. نعم. العقوبة تصل إلى سنتين. المشتكي مين؟ اللي هو تعرض للفعل فعلا. اللي يتعرض للفعل هو اللي يقوم بالتقدم بالشكوى. الدولة عندنا ولله الحمد قامت بفتح وسائل كثيرة جدا. طبعا معلومة مهمة جدا، لا يحق لأي جهة، وهذه ما حصلت ولكن نفترض إن حصلت، إنها تطلب ولي أمر للمرأة أو للفتاة اللي جاية أنه والله لازم تجيبي لي زوجك أو تجيبي لي أبوك ولا أخوك، أي رجل، طالما أنها تحمل إثبات هوية، سواء كانت هوية وطنية أو كانت اللي هي إقامة، فيحق لها التقدم وتقديم البلاغ وتقديم الشكوى كأي إنسان طبيعي جدا، مع التحفظ على أي معلومات خاصة بها والسرية. عندنا جهة مع الأسف، الجهة هذه يعني تعرفي اللي يعني تمر من جنبهم الشكاوى ولكن مسوين كذا ما يبغوا يطلعوا لها، مع العلم أنهم هم أساس هذه العلاقة. الآن أنا إذا كنت صاحب منشأة في قطاع خاص، إذا أبغى أخذ تصريح على جهة أني أفتح قسم نسائي، أخذ التصريح من مين؟ من وزارة العمل. نعم. تمام؟ وزارة العمل لو تروح تشتكي لها أنه واحدة أنه تقول والله مديري تحرش فيني أو استغلني، يقول لها مو شغلنا، توكل على الله. صحيح. جنائيا هو مش عملها، ولكن إداريا هو عملها. مثل إيش؟ توقف خدمات المؤسسة لما المؤسسة تتخذ إجراء مثلا بإيقاف هذا الموظف، بالتحقيق معه، بإحالته إلى التحقيق، قبل إصدار الحكم. موضوع الجنائي منفصل تماما عن موضوع مكتب العمل. طيب. وزارة العمل لما تجي تعطيني تصريح، معناها أنه هي في عندها شروط معينة وفي إطار معين هي مسؤولة عنه. طيب. الإطار هذا إذا اختل يجب أن تتخذ إجراءات، مش ضد الشخص، ضد المنشأة. لأنه لولا يعني تساهل المنشأة ما كان وصل. صحيح. الأمر لهذا الشيء. طب أستاذ محمد، كيف ممكن أنا أثبت أنه المدير أو مدير المنشأة أو صاحب المنشأة دي أتحرش فعلا بالبنت دي؟ ممكن يكون مثلا أتحرش تحرش لفظي وقال الكلمة مثلا سريع ومشي، كيف البنت تقدر تثبت أنه صاحب المنشأة أتحرش فيها أو أتعرض لها؟ تمام. إحنا في عندنا أكثر من حالة. اولا احنا ما ودنا ان احنا نحصر، يمكن انتم عشان برنامج سيدتي ما نقدر نقول شيء، ما ودنا نحصر. النظام لم يفرق بين رجل او امراه، قد تكون المتحرشه امراه او قد يكون الرجل متحرش برجل. انا ادر انه تكون المراه متحرشه برجل، بس في تحرش رجل برجل. صحيح. وفي تحرش. صحيح. امراه بامراه. صحيح. وحالات كثيره جدا. مزبوط. وفي عندنا قضايا وصلت الى هتك العرض. صحيح. في قضايا كانت بدايتها تحرش، لكن طريقه الاثبات في عندك عده طرق. في مثلا بالاستغاثة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يحق للموظفة أن تمتنع أنه تجلس على انفراد مع مديرها في العمل، وهذه من شروط مين؟ وزارة العمل. صح. أنها تقول لك لما تفتح قسم نسائي يجب أن يكون القسم النسائي منفصل ولا يوجد به اختلاء ولا لا 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 إلى آخر. صحيح. فبالتالي إذا امتنعت فهي حمت نفسها. الشق الثالث، في حالة أنها قامت مثلا بالتسجيل أو كان في كاميرات في الموقع أو كذا، تأخذ كدليل، ولكن بشرط ألا تسيء استعمال هذه المستندات، بمعنى أنها ما تنشرها. يعني قبل شوي في التقرير اللي قبل. صحيح. شوي شفنا محادثات. صحيح. المحادثات هذه جريمة، أوكي بتاخذي حقك، ولكن جريمة التشهير تعال. أيوة. راح تحاكمي عليها. نعم. فبالتالي المفترض أني أنا أحافظ عليها بسرية تامة وأقوم بتسليمها للجهة المختصة. كيف أقدم البلاغ؟ عندي مركز الشرطة، عندي ثلاث ساعات اللي هي الدوريات الأمنية، عندي أمارة المنطقة، عندي اللي أسهل من هذا كله تطبيق كلنا أمن. كلنا؟ كلنا أمن أبليكيشن على الجوال تبع وزارة الداخلية. تدخلي بالآي دي اللي هو رقم الهوية. وتقومي بتقديم البلاغ. وعن تجربة شخصية، التواصل لن يأخذ أكثر من نص ساعة ويجيكي اتصال أنه إيش الحالة أو إيش الموضوع اللي أنت. في كثير بنات بيتعرضوا لتحرش بس ما ترضى تبلغ، إيش اللي يخلي البنت أو المرأة ما تجي تقدم إنها هي تجي تبلغ؟ والله شوفي، هي كانت أعراف سابقة. إحنا الآن الحمد لله مجتمعنا في المملكة العربية السعودية أصبح من المجتمعات اللي يضرب فيها المثل، سواء في الوعي، سواء في الثقافة، سواء حتى في
معرفته بالأنظمة والقوانين. يعني لما نجي نتكلم عن قبل سنتين أو ثلاث سنوات عن ثقافة المجتمع القانونية كانت معدومة تقريبا. صحيح. الآن يعني دائما صاحب المصلحة هو اللي يبدأ يثير الأشياء اللي تمنع المرأة. يعني أحيانا ندخل مواقع التواصل الاجتماعي والله عندنا جهات التحقيق لا تنصف المرأة ومجتمعنا مجتمع ذكوري وبلا بلا بلا بلا. يعني فعلا أستاذ محمد كده، لأنه عادة مثلا لما تيجي البنت بتقدم شكوى هيجي يقول لها أنت لو مو أنت، ولا مثلا كنت كاشفة وجهك ولا 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 ممتاز. أيا كان ما أنكر لو مو أنت ما كان هو جات حرش ممتاز. فيك دائما المرأة هي اللي تجرم وتغلط. ممتاز، خليه الشخص هذا يقول لها هالكلام وترفع شكوى لإمارة المنطقة أو ترفع شكوى لوزارة الداخلية. صح. الرجل هذا عنا على ثقة تامة أنه لن يستمر في موقعه هذا أكثر من 24 ساعة. تمام. طيب أيضا إضافة على سؤال غزل قبل شوي لما كانت بتسأل على الدليل وأنه بيطلب دليل من السيدات أو الشخصيات اللي واجهوا تحرش سواء كانوا رجال أو نساء، ليه دائم بيطلبوا دليل؟ وإذا ما كان موجود دليل وقتها هنا إيش ممكن يسوي الشخص اللي انأذى؟ نحن طبيعي أنه أنا أطلب دليل لأنه أنا راح أحاكم شخص وعقوبة تنهي مستقبله وقد تنهي حياته. طب إذا ما في دليل، هذا عملك، هذا دورك أنك أنت تثبتي الواقع. ممكن تشاهدي شهود، ممكن تكون يخافوا مثلا الناس، خليهم يخافوا ويخسروا مجتمعنا. في القضايا، أيوة. في القضايا الجنائية حضور الشاهد إلزامي. يعني ما ينفع أني أنا أكون جالس في مكان فحصلت جريمة قتل فتيجي المحكمة تقول لي تعال اشهد، أقول لهم لا والله أنا ما أبغى أدخل في مشاكل. إلزامي. فبالتالي مثل ما ذكرنا قبل شوي النظام نص على إيش في المادة السابعة، يقول لك سنتين سجن للي يعلم وما بلغ. فما بالك باللي شاهد وما ورفض الشهادة، يخاف يقول لك ممكن يفصل. يعني حتى في قضايا التحرش والقضايا الابتزاز كمان الجنائية. الشخص الشاهد له دخل طبعا. طبعا ليش؟ لأنه هو يعتبر في حالة أنه ما بلغ هو إيش؟ شريك في الجريمة. متستر. نعم. طيب مثلا حالة صاحب عمل كان بيفاوض واحدة قال لها أنا مستعد أن أخليك تاخدي راتب شهري من غير وظيفة، وهي وافقت لأنه هذا بالنسبة لبعض الفتيات عرض مغري. طيب كيف تشوف يعني إذا تمت هي الموافقة بعد ذلك بدأ يبتزها بطريقة مختلفة؟ ممتاز. هل هي ممكن هنا هي تعاقب؟ ممتاز. النظام ما غفل عن هذه الجزئية. أيوة. نصة المادة الخامسة من النظام إيش؟ لا يعتد برضا المجني عليه. يعني لو جاء قال إيه هو وافق فهو حر، وبعد فترة رفض فقال لك لا، أنه مو بكيفه أنه يرفض. كيف تقبل في البداية أنها تأخذ راتب 3-4 شهور مثلا ثم تجي تقول لك لا أنا رفض؟ رضاء المجني عليه أو المجني عليها لا يعتد به في هذه الحالات. فبالتالي إيش اللي يصير هنا؟ اللي يصير أنه يحاكم الشخص بعد البلاغ، ولكن إذا اكتشفت الواقعة أثناء حدوث الواقعة أثناء إقامة العلاقة الاثنين يحاكم. نعم. طيب أستاذ محمد أكيد إحنا حنرجع نكمل حوارنا في هذا الموضوع، ولكن مشاهدينا ينطلق الآن منتدى مسك العالمي في دورته الثانية والذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤسسة مسك الخيرية، اليوم وغدا تحت شعار مواجهة تحدي التغيير، وبحضور نخبة من قيادات الأعمال والتقنية والابتكار والعلوم حول العالم. طبعا الجلسة الافتتاحية حيقدمها رئيس مؤسسة بيل غيتس الخيرية بيل غيتس. خلينا نتابع الافتتاح الآن، خلينا نروح في بث مباشر ورح يكون بيل غيتس موجود على الساعة 7. خلونا نتابع الافتتاح مباشرة. Otherwise, have a wonderful rest of the event. We are ultra connected. How will we be learning, working, contributing? How will we be living together? Let's explore, experiment, and experience at the MISC Global Forum. Together, let's meet the challenge of change. ضيوفنا الكرام، رحبوا بفهد حميد الدين، مستشار في مؤسسة مسك الخيرية. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Senior Advisor, Misk Foundation, Fahd Hamid al-Din. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Ladies and gentlemen, your excellencies,
distinguished guests and friends, welcome to the second annual gathering of the MISC Global Forum. We're here to address the question of our time, how to meet the challenge of change. What we know is that we are all on a journey, on a road that we must travel. Whether we see the future destination or not, it's inevitable. We have no many options, actually. If we don't move, we will go backward. And if we don't go fast enough, we'll be left behind. But what really matters is how we see this challenge and road ahead of us. Is it as a challenge or an opportunity? The answer to that question is what is key to how we will well manage or not. So what change are we talking about? It's obviously multidimensional. We all hear about the different technological advancements and other changes around us. So it's complex and maybe hard to define, but it's definitely clear that what was going well for us in the past, for business, governments, and people, is not necessarily going to be sufficient going forward. But what was important is to look at how the youth look at this road ahead. So what we did, we commissioned a global survey to look at the future through the eyes of the youth and see, and I'm going to share with you, some few areas of what we found. So take one, technological advancement. Yes, the Industrial Revolution on its rush to automation is actually creating a threat for jobs. Some see new opportunities coming out, but what matters is what the youth see. What we found is that collectively, they see a surge of new creative industries on the rise. They see new ways of working and much more. When we looked at dramatic climate change, so yes, the energy that has fired the Industrial Revolution and is still doing so to date is actually creating the seeds or planting the seeds of a growing challenge ahead of us. We're lucky to see that youth, more than any other generation before, are more committed about the environment and conscious. They are looking at the race to the electric cars, green homes, and new renewable energy sources. The third area was communication. Communication with all its technology disruption and how that creates new interactions and social influence. So some may look at the similarities. Unfortunately, some look at social divide, prejudice, extremism, shame, and mental health. The good thing, though, is that youth look at social entrepreneurship destined to mountainous opportunities ahead with crowdfunding, crowdsourcing, and they see social entrepreneurship is a great job creator for them and things they're passionate to engage into. Social inclusion is a great example. And we have from Saudi Arabia, Rayouf Al-Humaidi, at the age of 15, was able to design an emoji with a hijab. The hijab emoji does not just represent her, but also represents her friends and millions of other women around the world. And that is social inclusion they're talking about. That is the optimism in their hearts. So many of you may ask, why is this global dialogue coming from Saudi Arabia? Whether here in this room or across the borders, across our nations, or watching us on screen, we might be known by being the capital of oil. But what we like to say is that we are the capital of a new immense source of energy. It is our young people. With over
half our population below the age of 30. You can imagine what opportunities could be created through them. So empowering them is the way for Saudi Arabia. And we in Saudi Arabia are embarking in a phenomenal change for our country, Vision 2030. And who is best to exemplify empowerment of youth than the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdulaziz, who developed and empowered his son, our Crown Prince Mohammed bin Salman, to take charge. إذن تحت شعار مواجهة تحدي التغيير انطلق مؤسسة مسك الخيرية اليوم اللي هو منتدى العالمي لمنتدى مسك العالمي اليوم وغدا حتى يوم 16 نوفمبر طبعا بحضور قيادات من الأعمال والتقنية والابتكار والعلوم حول العالم وأكيد سيتطرق المنتدى للعديد من القضايا اللي تهم العالم منها التغيير المناخي والطاقة البديلة والاهتمام بالبيئة وأيضا سيركز على تحدث عن الشباب إنهم في عام 2030 مع رؤية 2030 المملكة العربية السعودية وعاصمتها الرياض ستكون نسبة الشباب فيها عالية. يعني أستاذ محمد زي ما احنا شايفين طبعا احنا يشرفنا إنه مسك الخيرية تطلق هذا المنتدى العالمي اليوم وحيكون فيه الآن بعد يمكن أقل من 20 دقيقة حيكون بيل جيتس كمان موجود. إيش رأيك في هذا المنتدى؟ طبعا يعني مؤسسة مسك الخيرية من المؤسسات اللي بالفعل نفخر بها لأنها قامت على أيدي سعودية بشكل 100% بقيادة يعني لن أقول والدنا بل هو أخينا الأكبر وقدوتنا سمو الأمير محمد بن سلمان. فيعني ما قدامنا ولا يسعنا سوى التقدم بالشكر وما قدامنا إلا احنا ندعي لهم بالتوفيق دائما لأنهم بالفعل من المؤسسات التي نفخر بها. طيب أستاذ محمد الوهيبي خليك معنا مشاهدينا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل نفس الفقرة. رجعنا مرة ثانية مشاهدينا وكملين نفس الفقرة مع أستاذ محمد الوهيبي. أستاذ محمد قلت لك وإحنا في الفاصل كنت بحكيك إنه بتصير كثير العكس، يعني مو شرط إذا تكون المرأة هي الشخص المستغل في القضية، أوقات بتيجي مرأة ذات منصب عالي في مكان عمل هي تستغل الرجل، هي تفرض عليه أشياء كثيرة وإذا رفض يا إنه مثلا بتطلعه من الشغل. لا تضحك من جد فيه. في قضايا حريم بيضربوا رجالهم بالضبط يعني هذيك فهي محمد كمان يعني برغم انه القانون لا يفرق بين مرأة ورجل، خليني اسألك انا من منحى اخر، لما يكون في اثنين بيقيموا علاقة في مكان العمل طيب والاثنين عندهم بدأ يكتب والاثنين عندهم مناصب عالية وموظف بسيط شافهم طيب، فهم خايفين انه هذا الموظف البسيط يقوم يبلغ يسوي لهم مشكله يرفع عليهم قضيه بحكم انه هذا مكان عمل واحنا جايين هنا بس للعمل. ايش طيب. وقتها يكون رده فعله او ايش يقدر يسوي الموظف هذا؟ طبعا النظام كفل المبلغ حمايه كل المعلومات اللي خاصه فيه، يعني لا يمكن يستحيل انه تطلع معلومات عن المبلغ الا في حاله واحده. الا في حال ثبت انه البلاغ هذا كيدي. يعني واحده مثلا تغار منك في عملك فراحت بلغت بلاغ انه والله فلانه تقيم علاقه مع فلان. إذا ثبت أن البلاغ هذا غير صحيح والوقائع جميعها غير صحيحة هنا يتم التصريح بمعلوماتك حتى تقيم دعوة رد اعتبار. المنصب وغير المنصب هذا الشيء يعني الدولة لما سنت النظام وأكيد أنها وضعت الأثار اللي قد تقع على المبلغ أو حتى على المشتكي. ممكن أنه البنت هذه يبتزها الرجل هذا يكون عنده صور لها عنده محادثات أغواها الشيطان في يوم من الأيام جارته ثم استوعبت الموضوع أو وصلت لضغوط معينة فرفضت. صح. فهل النظام ما حمى الأشخاص هذول؟ لا حماهم. بإيش؟ بأنه أنا أحمي معلوماتهم هذا رقم واحد. رقم اثنين فيها من يوم تتقدمي بالشكوى مش البلاغ، بالشكوى أنت كطرف أو بالبلاغ كمبلغ النظام هنا اللي يحميكي. في حالة أنك فصلتي
يتم إثبات أن الفصل هذا جاء بعد البلاغ أو بعد الشكوى، فبالتالي يصبح فصل إيش؟ تعسفي. فهنا تأخذي حقوقك كاملة بالإضافة إلى إيش؟ إلى تعويض مالي. نعم. حلو. طيب أستاذ محمد خليك معنا، خلينا نأخذ مداخلة هاتفية من حالة تعرضت للإبتزاز في العمل وهي ضحية مساومة لدخول في علاقة مقابل الوظيفة. معنا مرام، تفضلي مرام. أهلا وسهلا حبيبتي. أهلا بك، تفضلي كلمينا عن اللي حصل معك. طيب أول شيء مسي على الجميع وعلى جميع الموجودين. طبعا أنا كنت موظفة في أحد المؤسسات الصغيرة من ضمن مجموعة من الموظفات. اللي صار معي إنه يعني كان فيه يعني طلب مني إنه يكون فيه اجتماع بين الإدارة والموظفات كلن على حدة. فتم التواصل معي وعادي يعني زي كل مرة رحت على أساس إنه خلاص اجتماع وعادي ما في أي حاجة. في الأخير يعني أنا دخلت المكتب والوضع يعني كان يعني هو أوكي عادي بس سبحان الله ما كنت مرتاحة. فساومني بأحد الخيارين، يا أني أبقى على رأس العمل أو أكون علاقة خارج العمل معه. كيف يعني كذا مرام؟ عفوا بشكل صريح من باب الطاق على طول كذا جاء قال لك؟ لا لا لا، هو طبعا أول شيء بدأ الاجتماع على اساس انه كيف الحال كذا وكذا، وصلنا لمرحله انه هل انت مرتبطه ام لا. يتبادل بالاسئله. ايوه انا رفضت هذا الموضوع بخصوص يعني شيء خاص فيني. فلما جرب بدت اسئله ثانيه، وليش ترفضين وليش وليش. فبعدين يعني حطني في احد الخيارات هذه وان كان الرفض بالنسبه لي. طب بعدها ايش حصل؟ كيف تصرفتي يعني في العمل؟ قلت له لا انا ما ابغى اسوي علاقه، كيف استمريتي في العمل؟ لا كان اخر يوم للعمل، يعني كان خلاص اخر يوم لي، او اني اختار اني مثلا اداوم بس تحت ضغوط نفسيه، انا نفسيا صرت خلاص ما اقدر اكمل اصلا في نفس المكان هذا. أكيد. فكان اخر يوم عملي. يعني يا مرام انت اللي تركتي مش هو اللي تركك الشغل صح؟ لا لا لا، انا تركت بناء يعني معليش مساومه على شيء زي كذا خلاص. يعني انت كان هذا اليوم الاخير لك في العمل لما هو طلب منك هذا الطلب في الاجتماع صحيح؟ من بعدها ما رحت تدوى مره ثانيه. طب مرام ما تقدمتي بشكوى؟ ما رفعتي شكوى؟ اشتكيتي؟ حتى لو انك انت طلعتي من الشغل وتركتي دوامك، انت ممكن بالشكوى اللي انت ترفعيها وتوجهي او تلفت الانظار عليه انت بتنقذي طب بنات ثانيين. صحيح. طيب اللي صار معي يعني اتوقع انه يصير يمكن صار مع اكثر من بنت، لكن تعرفين احنا في المجتمع اصلا حتى لو فكرت اني اروح اشتكي او قررت اصلا اني اروح اشتكي اهالينا راح تكون يعني احنا نخاف من كلام الناس ومن اولهم اهالينا. فكان هذا السبب الوحيد اللي خلاني اني انا احط موضوع الشكوى هذا شيء يعني مستحيل ألجا له. فاخترت طيب. اني انا اتنازل عن عملي بسهوله. طب ايضا مرام الحين استاذ محمد لهيب يبغى يسالك سؤال. بس اذا سمحتي لي يا اخت مرام عفوا طبعا. هل انت او غيرك من زميلاتك او من اللي حولك او من السوشيال ميديا او من اي شيء احد سبق انه تقدم ببلاغ او تقدم بشكوى والزمتكم الجهات الامنيه انك والله لازم تجيبي لي اسرتك او تجيبي لي ولي امرك؟ لا لا أبدا. طيب من وين جبتي هالمبدا؟ من وين جبتي هالمبدا عفوا؟ وش الشيء اللي خوفك انك تروحي تتقدمي وتقولي والله انا خايفه على اسمي وعلى سمعتي؟ ثقي تماما انت وكل البنات انه لن يكون هناك احرص من الدوله على سمعه المجتمع وسمعه البنات. لكن انه انا اقعد حاط ايدي على خدي واسمح للشخص هذا انه يتمادى، اليوم تمادى معي بالكلام بكره بيتعدى على واحده بانه يعتدي عليها في المكتب، ترى ذنب الفعل هذا بيكون في رقبتك، هذا رقم واحد. رقم اثنين انا لي تحفظ على رده فعلها معه. يعني المفترض احنا دائما كلنا عندنا يعني شعور كيف انا اعرف ان الشخص اللي قدامي بدا يتمادى او ما يتمادى؟ انا اجتماعي اجتماع عمل. من يوم يجي يقول لي والله مثلا من وين فصلت ثوبك هذا؟ اقول له والله فصلته في محل ثاني، على العموم انا اعتذر لانه عندي عمل وسلام عليكم، وابدا اني انسحب. لكن اجي اقول له اي والله هذا جبته من المكان الفلاني ورحت وجيت، انا اللي فتحت المجال للشخص هذا. فيجب ان تكون علاقه العمل لا تتجاوز باي شكل من الاشكال حدود العمل تحت اي مسمى تحت اي ظرف، اجتماع، فتره بريك، فتره راحه.
اللي هو. طيب مرام، احنا شاكرين لك هذه المداخلة، وان شاء الله يكون كثير سمعوا انه انت قدرتي انك تكوني معانا اليوم وتحكي قصتك للمجتمع. محمد كمان عندي استفسار، هو هذا النوع من التحرش يعتبر تحرش لفظي؟ يعني هو جاء قال لها بنوع من انواع الاسئلة اللي هل انت مرتبطة او لا؟ يعني هو هذا السؤال لما مثلا ينسأل في المجتمع العمل ممكن الناس تحسبه شيء تافه، لكن هل هذا النوع من التلفظ يعاقب عليه القانون؟ يعني هي لو راحت واشتكت. لا، هو ما عليه عقوبه. ليه؟ شوفي، احنا صعب انه احنا نجرم العلاقات الاجتماعيه. صحيح. والله اذا محمد الوهيبي قاعد يطالع اكثر من 3 ثواني في الشخص اللي قدامي، فمعناه انه هو له رغبه مثلا انه يقيم معه علاقه غير مشروعه. لا مو شرط، ممكن يكون سرحان. النظام وضع مش للتجريم، بس هي قالت مرام الآن قالت في المحادثة في المهاتفة معاها إنه هو قال لها يبغى يسوي علاقة معها. ممتاز. الأصل في الإنسان إيش؟ براءة الذمة. أنا إجابتي على إيش؟ على سؤالك يوم تقولي إنه يوم سألها هل أنت مرتبطة أو لا، إنه هذا ممكن يكون في نوع من التحرش. لا، هو سؤال طبيعي، ولكن أنا لي الأحقية إني ما أرد عليه. مجرد إني أنا سمحت، فأنا سمحت له بالدخول في خصوصياتي. صحيح. فمن هذا المبدأ إنه أنا لا، أنا هنا أسمح للشخص لما أجي أقول والله تحرش فيني. السؤال ما في تحرش، السؤال سؤال طبيعي، لك الأحقية أنك تسمحي له الدخول في حياتك الخاصة أو أنك تمنعيه بإنهاء الاجتماع أو الجلسة. القانوني طبعا أكيد الكثير من المعلومات، وأنت أكيد قاعد يعني الكثير من البنات أكيد بيستفيدوا ويجرؤوا أنه هم ما يخافوا ويحلوا هذا الموضوع بطريقة قانونية وآمنة. مشاهدينا نطلع فاصل وراجعين. مشاهدينا خلينا نشوف تقرير خاص من سيمبلي دبي، مؤتمر الجمال والموضة مع زميلتنا غالي أمين. أهلا بكم مشاهدينا في فقرة الفاشن من برنامج سيدتي. اليوم أنا بحدث جدا مهم، حدث جمع بين المصممين والستايلست، وجانا من لوس أنجلوس إلى دبي، حدث سيمبلي دبي. سيمبلي دبي هو مشروع جاء من أمريكا، من لوس أنجلوس، في نيويورك، لوس أنجلوس، وفي ميامي. جبناه قبل سنة، هو كونفرنس للفاشن والكرياتيفيتي. يعني له حوالي 6 سنين موجود في العالم وسنتين في الخليج. دعم للبلوجرز وتعليمهم الأشياء ده والسوشيال ميديا انفلونسرز والديزاينرز كبير، عشان بيعلمهم كثير كيف بياخذوا الخطوة الثانية. في كثير ناس بتبدأ فكرة وبعدين ما هم عارفين كيف ياخذوها للخطوة الثانية، والاكزيبيشن ده بيساعدهم كثير عشان بيجيبوا لهم ناس في الخليج ومن أمريكا ومن أوروبا، بيعلمهم كيف هم أسسوا مشاريع من الديزاينز والبلوجينج وسو اون. صناعة الفاشن والبلوجينج والإنفلونسر شيء كبير في عالمنا، باينة من الإعلانات. الشركات الكبيرة صارت تستخدم الألف بلوجرز وإنفلونسرز، والديزاينرز اللوكل صاروا بيطلعوا برا، منهم يحيى البشري، يعني كان ديزاينر موجود في السعودية ودحين هو هيز أول أوفر ذا وورلد. في ديزاينرز داخلين هنا، FMM واحدة منهم إماراتية ما شاء الله عليها، شيز أول أوفر ذا وورلد دحين. سو أنا أعتقد إنه نحن النكست 10 ييرز حيكون نحن نودي أشياء لبرا مو العكس. مستوى الفاشن اندستري في المنطقة it's booming, it's growing so fast، وصاروا الدول اللي برا أوروبا والأجانب يشوفون الستايل اللي قاعد يصير والفاشن اللي قاعد يصير بدولة الإمارات أو خلينا نقول بالميدل إيست، and they're getting inspired by it. فهذا أكبر دليل إن احنا نجحنا نوصل الرسالة للخارج. اليوم نحن نراوي الناس الكولكشن مال ذرب، اللي هو منتجات جلدية من الحقائب النسائية، الحقائب اليونيسكس للرجال والنساء، وأيضا المحافظ. أكيد
أكيد كتير مهم المشاركة بهيك إيفنت لأنه بيفتح لنا مجال التعاون والتعرف على الإنفلونسر الموجودين بالماركت، وبتعرفي هو قديش بيأثروا على المستهلك وعلى كل العالم يعني، وبالأخص النساء منهم لأنه هيدا هو التارجت تبعنا. وكتير مهم نفرج بضاعتنا شو هاد البرودكت عنا، قديش شو الكواليتي اللي عنا، لأنه نحن ويب سايت الناس ما بتشوفها. بقى كتير مهم عنا الانفلونسر تو تاتشت وتو سيت وان تو ترايت لحتى يفرج للعالم ويبعث فيهم الثقة للبرودكت تبعنا. شكرا غالية مشاهدينا، وصلنا اليوم لختام حلقتنا، نشوفكم بكرة في نفس الموعد في أمان الله.